السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي صديقاتي، نتمنى تكونوا بصحة جيدة، أمركم في أمان الله. أنا كنت بديت معكم دي غوسيت في الدار، تنشارك معكم لي غوسيت اللي تنديرو في الدار، لا أنا ولا الوالدة ديالتي ولا الوليد ديالي. بالحق اليوم أول مرة تنظهر صوت وصورة، فأنا جاي ديسيدي إن شاء الله بإذن الله إلا غادي نبقى نتقاسم معكم حياتي الشخصية، شنو تندير، شنو تنقدر ندير، شنو تندير، بون أي حاجة إن شاء الله بإذن الله غادي نبدا نتقاسمها معكم. وأول حاجة بعد ما بديت الخدمة والأمور استقرت نسبيا، فداك الشيء علاش أنا غبت عليكم، لأن ماشي بالساهل نكونوا عايشين واحد ظروف صعبة لأول مرة تنعيشوها، يعني راه ماشي بالساهل. بالحق الواحد خاصو انه يحاول انه يديباسي هاد الامور هذا وياخذ الاحتياط ديالو الكافي باش يقدر يتعايش مع هاد الفيروس هذا. والحمد لله كلشي ان شاء الله بابا يصلح، ايوا الواحد يكون فيت. فانا ان شاء الله باذن الله من خلال هاد الفيديو اللي جايين غادي تعرفوا شكون انا، نخليكم سي تافو دو ديكوفرير بيان سور شنو تندير بيتي ا بيتي بيان سور. فانا اول حاجه بغيت نشاركها معكم فهي انا ابخي لو كونفينمون جو سي با واش بلو ستريس ولا هادشي اللي دوزناه ما كناش عوانين عليه ولا ما عرفتش انا، فانا بديت نعاني بزاف الحوايج لا في لابو ديالتي لا في الشعر ديالي. بالنسبه لابو كما تلاحظوا تخرجوا ليا دي بوتون كبار سورتو في هاد لا بارتي هادي نتاع لو مونطون و اون فوا تي تطفى و تخلي بلا تراس، مع انني ما تنقيتهمش بيديا ما تنحاولش نقيتهم بيديا، مع ذلك تيخليو لي لا تراس و اشاك فوا تتنوض ليا وحده في قنت. مع ان في لادوليسونس ديالي انا جامي ما عمري عانيت من حب الشباب ولا داكشي، ما كنتش كاع تنعرف شنو هي الحبه في الوجه فرانشمون. الوغ انا ما تنستحملش شي حاجه تخرج ليا في وجهي، سورتو انا ما تنستعملش فون دو تان بزاف في لا كوتيديان. الوغ ما يمكنليش نبقى هكا، قلت ضروري ناخذ ان رونديفو شي ان ديرماتو نمشي ندير ان بوتي بيلون نعرف السبب نتاع هاد لي بوطون ملاش تيخرجو، و سورتو في الظهر ديالي تا مرضيتش يخرجو جوستو كو سي تخي بيان في الظهر سي سون دي توكسيك بيان سور تيخرجو من لو كور ديالك، مي واحد ما يتهاونش ضروري خاصو يعرف لاكوز نتاع هاد الحب، سورتو ملي تيفوت واحد ان سارتان اج ما تيبقاوش داك الافرازات كيما تنكونو حنا صغار، ضروري تكون شي كوز. و سورتو لي خلعني بزاف فهو لا شوت دو شوفو، انا جافي لي شوفو لون قبل من الكونفينمون، انا تهضر معاكم وانا سلت شعري الوغ سكي في ضروري خاصني نمشي عند لو ديرماتو باش نشوف لاكور. فكيما قلت لكم انا جافي لي شوفو لون مي في هاد لو كونفينمون جو مي سوي كوبي لي شوفو في الدار، فربطت واحد لهنا مع انه شويه طوال مي ما مطمئنيش باسكو باقا لا شوت، واخا قطعت باقا لا شوت ميم سي استعملت ان شامبون اونتي شوت سا مارش با، الوغ سا فو دير ان عندي شي خلل يعني في لي هرمون او نقص في دي فيتامين، الوغ جو بريفير انني نمشي عند دي جون كي سون سبيسياليزي دي ديرماتو باردون دي ديرماتو باش تعرفي لا كوز مناش ديك لاش. حاجه واحده اخرى فتنحس بان شعري فقد ديك الحيويه اللي كان فيه، والمهم يكون ان شاء الله غير الخير باذن الله. فاحنا انا اليوم اوني لاندي فانا عيطت الكابيني بيان سور خديت ان رونديفو، عطاتني لو رونديفو بور لو ميركودي ابري ميدي، فانا بغيت نحرق المراحي
فانا ان شاء الله باذن الله من هنايا الميركودي جو في بارطاجي افيك فو الكليه نتاع هذه الطبيبه نتاع الديرماتولوج بيان سور الكليه نتاع الطبيبه في نحل الكابيني ديالها كومون سا ديرول عندها الامور انا ما كنتش راه ما كنتش نقول لكم شي حاجه باسكو انا سي لا بروميير فوا كو جو بارتير عند هاد السيده هادي عند هاد الميدسان الناس شكروها الوغ سي بور سولا بغيت نبارطاجي معاكم حتى انا شنو غادا ندير وان شاء الله يكون غير الخير بيان سور و ان شاء الله ميعادنا ان شاء الله باذن الله ولينا نهار الاربعاء شحال من واحد يقول لي يا مريم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا فيا قاعده ان شاء الله ما تتحيدش من فمي فجيسبر ان هاد لا بروميير فيديو تنال الاعجاب ديالكم بيان سور وغادي تبداو تكتشفوا شكون انا كيسكو جو في دون ما في بروفيسيونيل اي ما في بريفي وغادي تكتشفوا بشويه بشويه واشاك فيديو غادي تعرفوا على شي حاجه جديده في هاد الانسان هادي وهذا ما كان سيتو ايوا ان شاء الله ميعادنا ان شاء الله نشوفكم المهم غادي تعرف عليا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الوغ ميعادنا الميركودي باذن الله اون فوا اللي نكون غادا الكابيني بيان سور غادي ندير نبارطاجيها معكم باش تعرفوا فين جات هاد الكابيني وبالنسبه لو ديرولمون تاع لا فيزيت و داكشي انا باقي ما عارفاش اون فوا ندخل الكابيني جو بارطاجي افيك فو بيان سور اي حاجه درتها ويكون غير الخير باذن الله او تنتمنى نلقاكم نهار الاربعاء معايا او ان غرو غرو بيزو بالنسبه كاع الناس اللي غادي تابوناو معايا وغيدخلوا جداد معايا في قناتي وما تنساوش انا فرحانه انني قدرت انني نبارطاجي معاكم هادشي فرانشمون باسكو في لو ديبي جيزيتي تنقول واش نخلي جوست قناه بور لي روسيس بور تو سكي كويزين وهذا مي انا فرانشمون كل معاكم صريحه انا جوست با ترو كويزين مي في هاد الكونفينمون هذا تعلمت بزاف الحويجات من الوالده ديالتي وحتى كانت تقولها لي تقول لي راه اي حاجه تتعلميها دابا غادي تنفعك في المستقبل وما كنتش نديها في هاد الامور هذا فانا نصيحه لاي البنات اي بنات حتى الدراري لان اون فوا تتخرج تقرا وتتكيتي لو فوايي ديالكم فداك هو عاد لو ديبي تاع الحياه الجديده ديالكم فتنكونوا معولين على مواتنا وعلى باواتنا بزاف د الحوايج مي اون فوا تنخرجوا لا رياليتي تلقاو واحد بلوك او هادشي كانت مي تديرو كان با تيديرو انا جو فيزي با اتونسيون نو نصيحه مني ليكم اي حاجه درت لكم استفدوا منها واخا تشوفوها سي ان تروك بانال مي هو تري امبورطون او سمحوا لي نقطع شويه فانا هاد الاغنيه هادي عجبتني وخاصني نبارطاجيها دابا معاكم ما نكذبش ما بارطاجيهاش معاكم عليا وكتاب عيدو اناني سمحوا لي قطعت هضرتي سمعت الاغنيه باسكو هاد الاغنيه عجبتني بزاف تبارك الله عليك Oh.
هذه ما يمكنش الواحد يسمعها وما تاثرش فيه. وهادشي اللي كنت عدبة تنقول الانسان خاصو يستافد بزاف د الحوايج تدوز في حياته وما تديرهاش للغايه. رشتي واحد الحاجه بسيطه تقدر تستافد بزاف د الحوايج. وباغ اكزومبل هاد الاغنيه هادي دابا لي طلقه الكلمات ديالها لا سمعتيهم تمعنتي فيهم تلقى واحد داز من هاد الظروف بحال هكا. ميمكنش انا نتحدى اي واحد يقول لي ما دازتش مشي ظروف لي شي واحد نزاه شي واحد خلاه شي واحد كان عول عليه شي حاجه وخلاته. المهم هادي ما يمكنش. فداكشي علاش عندي جاك هاد الاغنيه هادي ما قدرتش ما نبارطاجيهاش معكم. ها نتوما دابا تبداو تكتشفوني بشويه بشويه تنساني واقل عليا يا كذاب. سامحوا لي واخا لافو ديالتي خايبه قبلوا عليا. ايوا سيدنا شتكم على خير ويعدنا ان شاء الله باذن الله الاربع. وتنتمنى نلقاكم بصحه جيده. غو بيزو وامي خدي ان شاء الله باذن الله.